بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل مع بعض شرح برنامج الساب 2000، ودلوقتي هنشتغل على التراس في التو دايمنشن في المستوى اكس زد. في عندي تراس 12 باكيه، كل باكيه 2 متر، يعني طول التراس كله 12 في 2 ب 24 متر من بدايته لنهايته. ارتفاع التراس في اتجاه زد متر ونص. في عندي احمال كونسنتريتد لود 6 طن في النص على النقطه اللي في النص، وفي عندي على الحرف يمين وشمال في 3 طن اللي هي نص الحمل اللي موجود على النقط اللي في النص دي. الممبرز اللي عندي اللي هي الأفقية اللي هي العلوية والسفلية اللي هي التوب والبوتوم ممبرز جيفن عندي 1 انجل 5 سنتي في 5 سنتي في 1 سنتي، يعني الطول ده 5 أفقي ورأسي 5، والسكنس بتاعت الأرجل بتاعتي سواء كانت أفقية أو رأسية سكنس بواحد سنتي. الاذر ممبرز اللي هي الممبرز المايله والراسيه كلها 2 انجل باك تو باك، كل انجل 5 في 5 في سنتي، وفي بينهم باك تو باك ديستانس سنتي، يعني بعد القطاع كله في اتجاه اكس الويدز بتاعه كله هيبقى 11 سنتي، 5 و5 وفي سنتي في النص هيتحط فيه بليت يربط بين الاثنين انجل، يعني ده كله هيبقى 11 سنتي. وارتفاع الرجلين مع بعض كلهم هي 5 سنتي كلها. السبورتس اللي عندي جيفن انها 2 هنجد سبورتس. بدل ما ارسم التراس كله على البرنامج ممكن ارسم جزء منه واكرره، او جزء منه واعمل له ميرور زي ما هو موجود في الاوتوكاد عشان نكتسب شويه مهارات في الرسم جديده على برنامج الساب. ففي البدايه انا هرسم الجزء ده، نرسم الممبر ده وده وده، وبعدين نرسم التلاتة ممبرز دول كمان معانا. فانا كده رسمت باكية مش هتتكرر اللي هي على الشمال ديت الاتنين ممبرز دول، وبعدين الاربعة ممبرز اللي انا هرسمهم باللون الاخضر دول مثلا الممبر ده وده وده وده، الأربعة ممبرز اللي هم مرسومين باللون الأخضر دول هنبدأ نختارهم ونقول له أنا عايزك تكررهم لي في اتجاه إكس كم مرة. هكررهم مرة هنا اتنين تلاتة أربعة لحد هنا، يبقى أنا كده وصلت لحد نص الترس. النص الباقي هو عبارة عن معكوس النص الأولاني. محور المراية بتاعي هيبقى في النص هنا، محور المراية بتاعي هيبقى في النص أهو. عند الاكس ب 12 هو الترس كله طوله 24 متر، يبقى عند الباكيه السادسه عند نهايه الباكيه السادسه يبقى انا كده محور المرايه الاكس بتاعه ب 12 متر. بعد ما ارسم النص الاولاني اللي هو ده نبدا نعمل له ميرور حوالين المحور اللي في النص يجيب لي النص التاني. علشان نعمل الحاجات ديت هندخل على برنامج ساب ونعدل وحداتنا زي ما احنا عارفين الى طن ومتر، ونعمل فايل نيو موديل، نعمل ملف جديد ونختار جريد اونلي ونقول له والله انا عايز وليكن في اتجاه اكس. ممكن اعمل هنا خطوط شبكه منتظمه، نعمل في اتجاه اكس 12 مسافه، بس هو ما بيسالش على المسافات، هو بيسال هنا عن عدد خطوط الشبكه، وبيسأل هنا عن عدد خطوط الشبكة number of grid lines. فأنا عندي 12 مسافة يبقى 13 خط شبكة، يبقى ده كده مش 12 يبقى 13. في ال y direction عايزين واحد بس، يبقى لازم نعمل في ال y direction على الأقل خط شبكة علشان الشبكة كلها تظهر. في ال z direction عايزين خطين شبكة، انا عندي مسافه واحده متر ونص، لكن المسافه الواحده يبقى خطين، خط فوق وخط تحت. المسافات بقى في اتجاه اكس المسافه كل مسافه 2 متر، في اتجاه واي اي مسافه مش هتفرق، انا مش هعمل غير خط واحد، هو مش هيعمل مسافات. في الزد دايركشن المسافه عندي متر ونص، ونعمل اوكي، نقفل واحده من الشاشات ديت، نكبر الثانيه ونجيب المستوى اكس زد كده. هو بقى هو عمل لي خطوط الشبكه اللي عندي واداها اسامي من عنده اكس واحد وواي واحد، ماليش دعوه بالاسماء، انا عايز ارسم على خطوط الشبكه اللي طلعت لي دي. ابدا اعرف
القطاعات بتاعتي من قائمة define frame sections، نلغي القطاعات القديمة ديت كلها ونضيف قطاع اسمه add، اسمه angle، من add angle add new property، والماتيريال هنسيبها ستيل تراس ستيل، والسكشن نيم هنسميها مثلا انجل 5. الاوتسايد فيرتيكال ليج اللي هو التخانه الراسيه اللي هو الارتفاع الراسي بتاع الرجل 5 سنتي يعني 5%، والاوتسايد هورزونتال ليج يعني طول الرجل الافقيه برضو 5%، 5 سنتي، والهورزونتال ليج سيكنس تخانة الرجل الأفقية اللي هي تي اف تي فلانجة بوينت 0.01 سنتي، وتخانة الرجل الرأسية اللي هي الفيرتيكال ليج سيكنس التخانة سنتي برضو كده. احنا عرفنا القطاع الانجل، نيجي نعمل اد دبل انجل تحتها ايه، اد نيو بروبرتي دي هنسميها 2 انجل 5 برضو، الماتيريال ستيل، الاوتسايد دبس الدبس كله على بعضه 5 سنتي، والاوتسايد ويدث اتفقنا ان هو هيبقى 11 سنتي 5 و5، وكمان في النص بليت يبقى العرض كله 11، ندخل العرض كله يبقى بوينت 11 عشان بنشتغل بالمتر. الهورزونتال ليج سيكنس تخانه الرجل الافقيه سنتي، والفيرتيكال ليج سيكنس تخانه الرجل الراسيه برضه سنتي، والباك تو باك ديستانس اللي هي الديستانس اللي بينهم سنتي برضو. نعمل اوكي ونلغي القطاع ده اللي هو ال W36×300 ده القطاع القديم قوي، ونعمل اوكي. بعد كده هبدا ارسم فريم، درو فريم، واختار هنا 2 انجل، وابدا ارسم العناصر اللي هي الرأسية والميلة. في عندي هنا منبر مايل، وفي واحد رأسي، في منبر مايل كمان تاني هنا، في بقى هنا انجل فوق وتحت، كده انا رسمت الجزء اللي احنا اتفقنا ان احنا هنرسمه، وبعدين نكرر جزء نكرره، وبعدين في الاخر نبقى نعمل ميرور عند نص التراس. بعد كده نختار الجزء اللي انا عايز اكرره اللي هو ده الاربع ممبرز دول، ونقول له edit replicate، يعني انا عايز اكرر او control r edit replicate، في linear وفي radial وفي mirror. linear يعني تكرار خطي في اتجاه x او y او z، انا دلوقتي عايز اشتغل في التكرار الخطي ده، هنديله ال increments اللي هي الدلتا المسافات بتاعتي في اتجاه x اللي هي 2 متر هي طول الباكيه، وفي واي وفي زد مش عايز اكرر حاجه، والانكريمنت داتا النمبر انا عايز اكرر كام واحده جديده، يعني ده خلي العدد الجديد اللي هو اربع باكيات جداد، بقى دي واحده عايزها تتكرر كمان اربعه زيها، واعمل اوكي. كده وصل لي لحد نص التراس. ابدا بعد كده اختار الجزء ده واعمل اديت ريبليكيت، بس بدل ما هي لينير اختار ميرور، برضو ميرور بتيجي من جوه امر ريبليكيت من قائمه اديت ريبليكيت، واختار ميرور. ميرور بيوديني فين خط المرايه، محور المرايه بتاعي هو محور زد هنا، محور زد، يبقى اقول له الميرور البلان بتاعي موازي لمحور زد. بيقول لي عند الاكس بكام، ممكن محور زد لو انا خدت هنا المحور بتاعي، لو انا خدت المحور بتاعي هنا موازي زد بس عند الزد بصفر، هيبدا التراس ده كله هيجي لي ناحيتي، هلاقي الشكل ده كده بقى هنا. فانا عايز اعمل له الميرور لاين عند الاكس ب 12، ففي اكس واحد ندخلها 12 واكس 2 ندخلها 12، الاكسات كلها اللي انا هبدا اعمل ميرور عندها الاكسات ب 12، والوايات اي قيمه للواي مش هتفرق معايا، المهم يكون الواي واحد غير الواي 2، اي قيم مختلفه،
لكن الاكسات هنا متساويه. انا عايز انقل خط الميرور لاين بالنسبه لي كله عند الحته دي، بحيث الجزء ده كله يبقى هنا، يبقى الاكسات بتاعتي على الخط ده كلها قيمتها 12. يبقى الوايات اي قيم للواي 0 1 او 0 او ناقص 1 وناقص وواحد اي قيم. اوكي، نلاحظ ان هو خلص لنا هنا كده التراس كله، فاضل ممبر هنا ما اترسمش، نرسمه بايدينا 2 انجل من هنا لهنا، ونحط السبورتس بتاعتنا، يختار النقطه دي والنقطه دي، ونعمل اساين جوينت سترين هنجد. لو عايزين نشوف التخانات بتاعه التراس وشكل الممبر من علامه الصح ديت، نجيب له اكسترود فيو، اوكي، نجيب في 3 دايمنشن ونعمل زوم على المنطقه دي كده. نلاحظ ان دي في انجل واحده فوق وديت انجل واحده تحت، وفي النص في 2 انجلز. نجيب الاكس زد تاني، نشيل الاكسترود ديت، احط الاحمال بتاعتي كل النقط ديت. انا لاحظ وانا بختار اخترت معايا فريمز، مش هتفرق معايا لان انا هعمل اساين جوينت لود، فاخترت فريم او ما اخترتش فريم مش هيفرق، مش لازم اشيل الفريم دوت من الاختيار. هنسيب النقط ديت كده انا مختارها، ونعمل اساين جوينت لود فورس في اتجاه محور زد جلوبال زد ناقص 6. وفي هنا عند النقطة دي والنقطة دي assign joint load force في اتجاه زد ناقص 3. كده انا خلصت الاحمال كلها. لو انا حليت كده هيطلع لي bending moment على العناصر بتاعت الترس، لان انا كده ما عرفتوش ان القطاع بتاعي عبارة عن او الفريم بتاعي عبارة عن intermediate hinge في البداية وintermediate hinge في النهاية. معرفتوش ان الممبر بتاعي عبارة عن لينك ممبر، يعني مش يعني كده هيطلع لي على عزوم. فالحل اني انا اروح جاي مختار الترس كله واقول له assign frame release، يعني انا عايز احرر حاجة، عايز احرر العزوم، احرر الشير، احرر assign frame release، واجي اقول له والله المومنت 3 3. لو انا كنت سبت الترس ده كان هيطلع لي مومنت اسمه ام 3 3 زي ما احنا متعودين دايما في الاكس زد بلان، ولو حطينا الاحمال بتاعتنا يطلع المومنت اسمه ام 3 3. فنقول له والله انا في الستارت وفي الاند مش عايز عزوم، في الستارت والاند هنحرر المومنت في البدايه ونحرر المومنت في النهايه. لو عملنا اوكي هنلاحظ كده عمل لك انترميديت هنج الصغيره عند بدايه ونهايه كل عنصر، عملهم كلهم لينك ممبرز. ممكن كنت استغنى عن الخطوه ديت من البدايه، اني وانا برسم في البدايه خالص وانا بختار الفريم ده وارسم بيه، بدل ما اعمل المومنت ريليز ديت كونتينوس يعني يطلع عليها عزوم، لا اعملها بند وكنت ارسم بيها الممبرز بتاعتي. يعني وانا في التراس بدل ما اخلص رسم وبعدين اختار التراس تاني واعمل له اساين فريم ريليز وحرر الام 3 3 في البدايه وفي النهايه، ممكن قبل ما نرسم الخط واحنا بنجيب الامر هيقول لي اختار السكشن بتاعي، اختار انجل او دبل انجل، واختار بعد كده المومنت ريليز كونتينوس او بند. كونتينوس ديت في الفريمات او في الكاميرات ده بيطلع لي عزوم كونتينوس، لكن بند يعني الركائز بتاعتي في البدايه وفي النهايه او النهايات وبدايه العناصر كلها زيرو مومنتس، فنختار بند واحنا بنرسم. او في الاخر ممكن بعد ما ارسم ان اختارهم كلهم واعمل اساين فريم ريليز. بعد كده نبدا نشيل الاون ويت من ديفاين لود كيسز، ونخلي السيلف ويت ملتبلاير بزيرو ونعمل موديفاي، ونحفظ الملف بتاعنا باسم تراس وبعد كده نبدا نحل ونلغي المودل ديت، نعمل run now.
خلص حل وقال لي اناليسيس كومبليت، رسم لي الديفورمد شيب لو انا عايز اشوف الديفليكشن هنا قد ايه، نعمل كليك يمين عن النقطه ديت، بيقول لي في اتجاه الزد ديت نزلت 15 من 100 متر، يعني 15 سنتي. لو عايز اشوف الرياكشنز عندي ديسبلاي شو فورسز وستريسز جوينتس، اوكي دي الرياكشنز اللي عندي. لو انا مش شايف القيم دي وعايز اطبعها، لو انا عايز اطبعها هيظهر القيم ديت صغيره قوي، اللي هو الحجم بتاع الفونت بتاعي صغير. ممكن نعمل حاجه نعدلها في الاوبشنز بتاعه البرنامج، نكبر الفونت شويه، من اوبشنز بريفرنس دايمنشنز، نيجي نقول له هنا في المينيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هي 3 نكبرها شويه نخليها 5، والماكسيمم جرافيك فونت سايز بدل ما هي 8 نخليها مثلا 12، نكبرها شويه فيكبر حجم الفونت شويه او كده. ظهرت شويه ديت 76 وديت 30، لما نيجي نطبعها كده ممكن تظهر على الورقه قيمه الرياكشنز. لو عايز اظهر شكل النورمال فورس من ديسبلاي شو فورسز وستريسز اللي على الفريمز، الفريم هنا مفيش غير اكسيال فورس، اكسيال فورس ونشيل الفيل دايجرام ونظهر شو فاليوز. اوكي دي كده قيمه النورمال فورس على الممبرز اللي عندي، السالب يعني كومبريشن والموجب يعني تنشن. لو انا هظهر المومنت ام 3 3 طبعا لازم يطلع بصفر لان انا عامل ريليز، ولو كمان ظهرنا الشير 2 2 هيظهر برضو بصفر، واللينك ممبرز ديت ما عليهاش لا مومنت ولا شير، عليها نورمال فورس اونلي. كده نكون خلصنا حل التراس في 2 دايمنشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.